وعن حديث ترشح الوزراء وفي مقدمتهم الوزير الأول عبد الملك سلال، فقد صرح جمال ولد عباس أن الوزير الأول مكلف بمهمة الوزارة الأولى وصعب تركها، وأن رئيس الجمهورية هو من سيفصل في هذا الأمر. الوزير الأول ما يسيرش قطاع، وزير الأشغال العمومية ولا وزير التعليم العالي يقدر يغيب في شهرين ولكن يكون عن، أما الوزير الأول راه يسير الحكومة والحكومة هي الدولة، لهذا الارتباط نتاعو مع المعلم الكبير يعني اللي عينه كرئيس الحكومة. لهذا احنا ما نتحكمش في هذا، احنا مش يمنه ويدبر راسه، وهو راه يعرف شتا يدير، ولكن الدولة ما تخليهاش بدون حكومة، هي ما تطرحوش عليها أسئلة محرجة.